جس میرا گھر تیرا ہو گیا. هدايا بالملايين لعروسة ابن أغنى رجل في آسيا مستحيل تتخيلوها، ولا حتى تكونوا شفتوها، ولا عمركم سمعتوا إن في عروسة مصرية خدت ربع الهدايا اللي خدتها عروسة أنانت إمباني ابن الملياردير موكش أمباني أغنى رجل في آسيا. ولو لسه مش متخيلين حجم الفرح اللي اتعمل للعروسة دي كان قد إيه، أحب أصدمكم وأقول لكم إن فرحها اتكلف فوق 600 مليون دولار. تخيلوا بقى إن كل مشاهير العالم حضروا الفرح، ولا موسم الرياض، لا وإيه؟ فرحها اتعمل في لندن والهند، وكل الناس اتكلمت عن المعازيم وتكاليف الفرح وأجر الممثلين اللي حضروه، بس إحنا طبعًا غير، لأننا قررنا نسيب كل ده، ونتكلم عن الهدايا اللي أخدتها العروسة، ونقارنها بالهدايا اللي بتاخدها العرايس عندنا في مصر، فركزوا معايا كده، لأنكم لو مفكرين نفسكم جالكم هدايا يوم فرحكم، يبقى أنتوا أكيد ما تعرفوش إن عروسة أنانت أمباني أول هدية جات لها في فرحها كانت عربية دفع رباعي، بس مش أي عربية، دي كانت كلها ذهب تمنها وصل لـ 16 مليون دولار، لا وإيه؟ دي عندها عربيات أغلى منها. المهم وصلنا دلوقتي لتاني هدية، ودي كانت بسيطة على فكرة، لأنها فيلا في جزيرة النخلة في الإمارات، تمن الفيلا دي وصل لـ 76 مليون دولار بس، يا بلاش والله يا جدعان، والهدية كانت من أبو العريس موكش أمباني، أما بقى أم العريس فدي جابت هدية بسيطة. هي كمان كانت جايبة لها عقد بسيط كده من الماس واللؤلؤ تمنه 13 مليون جنيه استرليني، ومصنوع منه 10 نسخ بس في العالم. وما اكتفتش بكده، دي جابت لها بروش ألماس تمنه مليون و300 ألف دولار. أما بقى أنانت العريس فده خد فيلا هو كمان، وعربية بنتلي كونتيننتال جي سي تمنها 6 مليون و500 ألف دولار. ودي كانت الهدايا الكبيرة اللي أخدها العريس والعروسة. فاضل بس إننا نعرف إنتم أخدتوا إيه بقى ليلة فرحكم. مستنيين إجابتكم بفراغ الصبر، وما تنسوش أعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من نجوم الفريق.